أخبار الرياضة من قناة الجزائر الدولية، أهلا بكم. بداية، يواجه بطل أوروبا مانشستر سيتي نادي أوراوا الياباني سهرة اليوم في أول ظهور للنادي الإنجليزي في المنافسة العالمية لحساب المباراة الثانية من المربع الذهبي لمونديال الأندية بالمملكة العربية السعودية. ويسعى مان سيتي للتأهل إلى المباراة النهائية وتحقيق اللقب العالمي لأول مرة في تاريخه لتدارك تعثراته الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ حقق الفوز مرة واحدة فقط في آخر 6 مواجهات. وعرفت الحصة التدريبية الأخيرة لتشكيلة بيب غوارديولا عودة النجم البلجيكي كيفن دي براون للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة، ليكون حلا متاحا للفريق خلال الفترة المقبلة. عندما تلعب في كأس العالم للأندية لا يوجد وقت للشعور بالتعب، لذلك نحن متحمسون للغاية للعب هذه المنافسة التي لم يفز بها جميعنا تقريبا من قبل. لم يسبق للنادي أن توج بمونديال الأندية، ونريد أن نفعل ذلك، ولهذا نحتاج أولا إلى الفوز بمباراتنا الأولى ضد أوراوا الياباني. نحن مستعدون جيدا. وعشية خوض فريقه نصف نهائي مونديال الأندية، تحدث مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا عن البرمجة المكثفة التي تهدد صحة اللاعبين بالموازاة مع استحداث صيغة جديدة لكأس العالم للأندية بداية من عام 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية. هناك الكثير من المباريات فعلا. حسنا، لقد فزنا الموسم الماضي. نحن مدعوون للمشاركة هنا في مونديال الأندية. في نهاية الموسم سنكون مرهقين تماما. سنسافر إلى الولايات المتحدة من أجل المشاركة في المونديال من جديد. أنا لست ضد المسابقات الجديدة، أنا ضد ضيق الوقت لأخذ قسط من الراحة بين موسم وآخر. هذا ما أشتكي منه طوال الوقت. نبقى مع كأس العالم للأندية، إن حجز فلومينينسي البرازيلي تذكرة التأهل إلى النهائي بفوزه على الأهلي المصري بهدفين لصفر مساء الاثنين على أرضية ملعب الجوهرة المشعة بالمملكة العربية السعودية. اللاعب جون أرياس سجل الهدف الأول من ضربة جزاء عند الدقيقة 71 قبل أن يضيف جون كينيدي الهدف الثاني في الدقيقة 90. هذا ويلعب فلومينينسي مع الفائز من لقاء مانشستر سيتي الإنجليزي وأوراوا الياباني المقرر مساء الثلاثاء، بينما يلتقي الأهلي ضد الخاسر من هذه المواجهة لتحديد صاحب المركز الثالث. لعبنا شوط أول أكتر ممتاز زي ما حضرتك بتقول، ماتش الشوط الثاني برضو ضيعنا فرص كتير لغاية ضربة الجزاء. هو يعني ضربة الجزاء هي نقطة التحول للمباراة، بس لعيبه النهارده بعد الجون استعجلوا شويه وكنا عايزين نتعادل، بس الحمد لله انا بقول لهم انتوا اديتوا مباراه كويسه النهارده، ويعني بصراحه بنلعب فرقه كبيره بتلعب كره على الارض كويس جدا. هم جايين على الماتش ده على طول، احنا كان لعبنا ماتش كبير قدام الاتحاد، ماتش ما كانش سهل، دي ممكن تبقى سبب من الاسباب يعني، بس مش هنخلق اعذار، خلاص اللي حصل حصل والماتش خلص، ومفروض نركز بقى دلوقتي في الماتش الجاي ان شاء الله. راضيين بالمستوى طبعا، يعني دي ماتشات كبيره، بس احنا ما كانش ده هدفنا، يعني احنا هدفنا كان اكبر من كده بكتير، كان نفسنا نلعب نهائي. الجيل ده عمل حاجات كويسه جدا، كان ناقصه بس ان احنا نلعب نهائي، ويعني ما حالفناش الحظ يعني. وفي اخبار الدوريات الاوروبيه، استعاد جيرونا صداره الدوري الاسباني بعد فوزه على ديبورتيفو الافيس سهره الاثنين ب3 أهداف دون رد في مباراة الجولة 17 من الليغا. النادي الكتالوني واصل بهذا مشواره المميز في المنافسة، وأكد نواياه في المنافسة على لقب الليغا أمام ريال مدريد وبرشلونة. وبهذا الفوز رفع جيرونا رصيده إلى 44 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين عن الوصيف ريال مدريد. Sí, todavía faltan dos partidos, pero لا تزال أمامنا مباراتان في مرحلة الذهاب. نؤدي بشكل رائع في هذا النصف الأول، لكن لا يزال أمامنا طريق طويل، لذلك نحن بحاجة إلى التركيز على مبارياتنا المتبقية. يجب أن نعترف بأن هؤلاء اللاعبين يصنعون التاريخ. لقد تمكنا من إيقاف خطورة ألافيس في الهجمات المرتدة واستحوذنا على الكرة، وهو ما سمح لنا بالفوز، لذلك أعتقد أننا قدمنا مباراة رائعة.
creo que hasta ese 3-0 hemos hecho un partido increíble. في موضوع كأس الأمم الإفريقية تتميز المنتخبات بأسماء شهرة تحمل عدة دلالات تاريخية وطبيعية بهدف الترويج والتسويق من خلال كأس أمم إفريقيا للثراء الثقافي والطبيعي المتنوع للقارة السمراء. من أجواء المدرجات إلى صراع المنتخبات، الملاعب الإفريقية محط انتباه تشد أنظار الملايين حول العالم للاستمتاع بواجهة كرة القدم بالقارة السمراء كأس أمم إفريقيا. حدث كروي تتنافس فيه كبار منتخبات القارة في دورة استثنائية تعكس تفرد الماما أفريكا عن البقية. أجواء كرنفالية لا توجد في أي مناسبة أو مكان آخر غير إفريقيا التي ترفع الستار عن أسرارها كل سنتين. سعي الأفارقة للتسويق والترويج لمقومات قارتهم الغنية بثروتها البيئية والطبيعية والحيوانية الكبيرة وصل إلى إطلاق أسماء شهرة على مختلف منتخباتهم المشاركة في التظاهرة. طابع إفريقي بحت يميز أسماء الشهرة التي تحمل في مكنوناتها أكثر من دلالة تاريخية وطبيعية وحتى تحفيزية، فمن منتخب الأفناك أو محاربي الصحراء إلى أسود تيرانغا مروراً بالفراعنة ونسور قرطاج ثم منتخب الفيلة تنكشف أسرار مختلف التسميات. ومن أجل بلوغ مسعى المنافسة على ذهب إفريقيا بكل قوة وشراسة تفضل منتخبات عدة استعارات تحمل أسماء أنواع حيوانية ابتغاء التعريف بها والترويج لها، مثل المنتخب الجزائري الذي يطلق عليه لقب الأفناك الحيوان الفريد الذي يعيش بكثرة في صحراء الجزائر، إلى منتخب السودان الملقب بصقور الجديان استلهاماً من نوع من الصقور الضخمة المنتشرة بكثرة داخل البلاد والتي تعرف ببراعتها في الاصطياد، إلى منتخبات أخرى تسعى لحماية ثروتها الحيوانية وهي رسالة البلد المنظم للدورة المقبلة التي تسعى جاهدة لحماية حيوانها العملاق الفيل من خطر الانقراض. منتخبات أخرى غاصت في مكنون إرثها التاريخي الكبير مثل منتخبي مصر وتونس بلقبي الفراعنة ونسور قرطاج نسبة إلى التاريخ العميق للبلدين العربيين. ومن المنتخبات من اكتسبت أسماء مناهضة لكل ميز عنصري مثل منتخب جنوب إفريقيا ومنتخب البافانا بافانا بلغة الأزولو المحلية، وقد تم اختيار هذا اللقب الذي يحمل معنى لغويا بضرورة حماية ورعاية لاعبي المنتخب الذي غاب لسنوات طويلة بسبب الحظر الذي كان مسلطا على جنوب إفريقيا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم. وبين الثروة الحيوانية والإرث التاريخي تتفرد القارة الإفريقية بأسماء فارقة تترك بصمة خاصة في شريط الذكريات المترسخة من عرس إفريقيا البارز. ختام الموعد الرياضي مشاهدينا الأفاضل، المزيد من الأخبار تابعونا عبر مختلف منصاتنا الرقمية الظاهرة أسفل الشاشة. شكرا على المتابعة.